يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، وأهلا بيك وفي يوم بالظبط كده الحلو للحلوين. النهاردة يا جماعة عاملة حلو كذا حلو بفاكهة، فاكهة كلنا بنحبها بصراحة. مجرد ظهورها في الأسواق بنحس كده الله ده الصيف بدأ يحلو، مستحيل نلاقي وإلا يكونوا ناس كده عارفين خارج القاعدة تماما ما يكونش بيحب المانجا. المانجا دي هي اللي بترطب علينا يا جماعة حاجات كتيرة قوي، بتخلينا متقبلين الصيف بكل حر وبقى ودرجة حرارته العالية وكل حاجة بيعملها فينا علشان نستمتع بالمانجا. النهاردة هنعمل وصفات حلوة قوي بالمانجا، اوه تفوتكو. وطبعا الحلقة دايما بتحلى بيكم ومكالماتكم الحلوة واتصالاتكو الجميلة. اشوفكم بعد الفاصل، استنونا. استغرب جدا لما حد يقولي لا مانجا مانجا، عارفين ساعتها ما بتعبش ابدا ولا بشيل هم ان اقنع حد ان هو ممكن ما يكونش بيحب المانجا اقنعه عشان يحب المانجا. لا عارفين هو وفرت سيب لي انا الطلعه دي. المانجا من الحاجات يا جماعه اللي هي يعني ما يتشبعش منها. عايز اقول لكم ناس كتير بتخزنها علشان تقعد عليها سنه كلها لما المانجا تمشي. مجرد ظهورها كده نبدا نجيبها، طبعا نستمتع باكلها، وطبعا ما فيش واحده واتنين تكفينا، لا ده احنا واحده واتنين وتلاته عادي جدا. كل واحد ليه طقوس في اكل المانجا، كل واحد في اللي يحب ياكلها ده كده، وفي لا اللي يعني انتوك قوي في اكلها يعني يقطعها نصين ويبدا يطلع اللي جواها، وفي ناس تقولك ايه لا انا مش بحب البهدله، من فضلك ممكن تقطعها لي في كوبايه وتجيبها لي. طرق كتير، كل واحد بيستمتع بالمانجا على طريقته، بس كلنا بنستمتع بيها. طبعا زي ما قلت لكم بتعمل منها وصفات كتير قوي اول ما بتظهر بصراحه. طبعا احنا عدى رمضان وكل سنه وكلنا طيبين، وعدى عيد الاضحى وكانت المانجا لسه ما ظهرتش. طب تفتكروا ده يخليني اتنازل ولا اتراجع ان انا ما اعملش وصفات كنافه بالمانجا؟ ما يصحش، دي حبيبة الكنافة المانجا وحبيبة المانجا الكنافة. النهاردة أنا هعمل الاتنين دول، هعمل كنافة المانجا. والكنافة يا جماعة موجودة في الأسواق عادي جدا، مش بس بتظهر في رمضان. هعمل تشيز كيك بس هعمله بالكنافة، وتبقى دي طعمها حلو خطيرة. تشيز كيك اقتصادي جدا جدا جدا، نتيجته هايلة رائعة، هتعجبكوا قوي. ما تيجوا نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هعمل ايه؟ هعمل مكونات التشيز. انا طبعا هستخدم الطبقه الاساسيه الكراست اللي هي بتكون بسكوت في التشيز كيك العاديه، هستخدم نص كيلو كنافه، هحمرها بشويه زيت وسمنه في الفرن او على النار وبعدين اصفيها زي ما انتوا عايزين والاسهل بالنسبه لكم. الطبقه الثانيه اللي هي فيها الرابطه كلها، ماشي، هي همزه الوصل ما بين المانجا وما بين الكنافه، عباره عن ايه؟ بصوا بقى، نص كيلو جبنه كريمي بالقشطه، ويا سلام لو استخدمته كمان جبنه كريمي بالقشطه من عبور لاند. هحط على النص كيلو جبنه دي تلت كوب سكر، التزموا بالمقادير جدا. هحط عليها ربع معلقه ملح صغيره، نص كوباية لبن من برضو عبور لاند كامل الدسم، ثلاث باكتات كريم شانتي الجاهزة، ماشي، كوباية زبادي، قلتلكوا اقتصادية جدا. وهعمل صوص مانجا، تمام، عبارة عن ايه؟ كيلو ونص مانجا او كيلو زي ما انتوا عايزين، خمس وحدات قطعوهم، عليهم ثلاث معالق كبيرة نشا، عليهم نص كوباية سكر، متفقين، وميه، وطبعا رشه فانيليا. وهحط على الوش ايه بقى؟ خمس إيه يعني تقطيع مانجا، هقطعها واحط الكميه اللي انا عايزاها وازين بنعناع فريش وريحان فريش. اهم حاجه عندي يا جماعه الطبقه اللي في النص، الطبقه اللي في النص. انا هحط صوص هنا، هعمل صوص هنا مانجا و
واقول لكم هنعمله ازاي بطريقه سهله جدا جدا وخطيره. نقدر الصوص ده نعينه في التلاجة عندنا نستخدمه بقى. عايزين تعملوا كيك تحطوا عليه صوص مانجا رهيب، عايزين تعملوا مثلا فان كيك وتحطوا عليه صوص مانجا رهيب، هيبقى عندكم يا جماعه. نحطه في برطمان ونشيله. الصوص ده ينفع زي ما قلت لكم طبعا للتشيز كيك رهيب. وطبعا انا زي ما انتم شايفين انا مفيش انا جيلاتين، ليه؟ ده تشيز كيك كوبايات او بولات، انا مش هعملها في صينيه. بس طبعا طبعا هعمل كمان اللي في الصينيه وهعمل المخبوزه وهعمل الغير مخبوزه. احنا عندنا الصيف بقى يحب الحلويات جدا، فاوعدكم كمان عايزه اعمل تورت كمان الايام الجايه علشان الصيف بقى واعياد الميلاد والاحتفالات، ونوفر ونعمل حاجه شكلها حلو جدا طعمها حلو جدا باقل امكانيات. زي ما انتم شايفين كده انا عامله تشيز كيك يا جماعه. على فكره مقارنه ان احنا بس نجيب واحده من بره، واحدة ماشي بولة بقى برطمان تشيز كيك مش عارف ايه، لا ده في حتة تانية. اللي احنا نعمله يا جماعة مش هقول لكم مش هيفرق حاجة عن بتاع بره، لا لا انا بتحدى ان اللي هتعملوه في البيت ده مفيش مقارنة ما بينه وما بين بتاع بره، لا طبعا بتاعنا هيطلع احلى واجمل واوفر وطعم جدا جدا. طيب اول حاجة هعملها ايه؟ انا عندي هنا نص كيلو كنافة، خلاص هروح حطها نجمدها كويس جدا ماشي، واروح حطها عندي في الكبه. انا عايزاها بودره، عايزاها شعريه، واروح ضربه. يلا بينا. اهي نحط بس ايه الفيشه. خليك يا سيد خلص. يلا بينا ونشتغل. بس كده عملت عندي ازاي؟ تعالوا اوريها لكم هنا في الصينيه. طيب عايزه اقول لك ان هي لو كانت متجمده اكتر من كده ماشي، مثلا ما كانش عندنا وقت كافي نجمدها، لو كانت متجمده اكتر من كده تقدري كنت تعمليها حتى بايدك او بالسكينه. اهي شايفه نص كيلو ده هيديكي كميه حلوه جدا. ونحط تاني. طيب زي ما قلت لك تقدري ان انت تحطيها في الفرن، تقدري لو عايزاها خفيفه بقى، وتقدري ان انت تحطيها على النار وتقليها وتقليها خلاص، وبعد ما تقليها صفيها. ما انصحكيش ابدا انت تحطيها بسمنها بزيتها، لا هتبقى تقيله، بس طبعا طعم السمنه بيبقى حلو. بس لا تعالوا نضرب اخر ضربه. حطها. عايزه اقول لك ان انت في الاول وانت بتحمريها على البوتاجاز هتلاقيها ان هي عماله تشرب تشرب في السمنه وبتطرى معاكي. اه عادي كملي قلبي قلبي قلبي، بعدها بشويه هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هي بدات تطرد الزيت والسمنه وبدات ايه تحمر. هو دي اللي انا عايزاه. وبعد كده هتروحي ايه مصفياها. يا ام شنوده حبيب قلبي عامله ايه؟ يا حبيبتي عامله كنافه بالمانجا تستاهل بقك. خليك خليك يا انا قاعده ابص عليك احسن اعملها. هتعجبك قوي يا ام شنوده، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبي، كل سنه وانت طيبه كده يا قلبي. حبيبتي كلنا طيبين. قولي لي هتعملي اكل ايه بكره؟ هعمل بط ولحمه. الله الله بقى الله بقى. وملوخيه وبطاطس. الله بقى الله بقى، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي ودايما عامر. يا حبيبي ربنا ما يحرمني منك يا شيف يا رب. حبيبتي ولا يحرمني منك يا ام شنوده يا حبيبتي، ربنا يخليكي وسلامي ليه حبايبي. الله يخليك يا قلبي ومامتكم. يا حبيبي انت حبيبتي ربنا يخليكي وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. انا هعمل المانجا، انا قاعده ابص عليها هعملها ان شاء الله. حبيبتي هستنى رايك ماشي بعد ما تنفذيها. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبتي. ربنا ما يحرمني منك ويوفقك يا رب كده، وان شاء الله تبقى احلى حاجه في الدنيا. يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا يا ام شنوده بجد. يخلي لك ولادك وتفرحي بيهم يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليكي. شكرا يا حبيبتي. شكرا، مع الف سلامه.
بصوا بقى، حطيت اسمها السمنة وحطيت عليها زيت، ممكن السمنة كمان تكون سايحة خلاص، وافلفلها كده ادعكها كده، وهدخلها تمام، هدخلها الفرن واطلعها اعمل ايه، اروح مقلباها تاني، ادخلها الفرن واطلعها اقلبها كل شوية لحد ما تدينا النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. يا شيماء، الو السلام عليكم. ازيك يا شيماء، عامله ايه؟ عليكم انا السلام. ازيك حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله، انا فرحانه ومبسوطه ان انا بكلم حضرتك. يا حبيبتي ده انا اللي فرحانه ومبسوطه والله. عامله ايه؟ والله انا فرحانه، لان انا على فكره انا اول مره في حياتي اتكلم على التلفزيون. والله ده شرف كبير ليا. والله 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 ما تعرفيش الفرحه انت عامله ازاي. يا روح قلبي ربنا يخليكي، صدقيني انا مبسوطه جدا جدا جدا، انا سمعت صوتك. ايوه والله والله انا عايزه اسمع صوتك كل يوم، ومن فرحتي والله ان انا والله بكلمك النهارده. يا حبيبتي ربنا يخليكي، صدقيني انا اسعد، صدقيني انا اسعد، وشكرا لوقتك. والله انت النهارده منوره التلفزيون وشكلك جميل وزي العسل. يا والله يا حبيبتي ده عيونك الحلوه، ربنا يخليكي، يسلم لي قلبك ولسانك. قولي لي بتحبي المانجا قد ايه؟ احكي لي كده. ايه انا ما عنديش شفا المانجا دي حبيبتي حبيبتي حبيبتي. انا ولا هي؟ لا انت طبعا. حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. بتحطيها في وصفات ولا بتحتفظي، بتحبي ان انت تاكليها كده؟ انا عايزه، كنت عايزه اسالك على مكرونه بالبشاميل. مكرونه بالايه؟ بالبشاميل. يوم الجمعه. يوم الجمعة وصفة يوم الجمعة مكرونة بالبشاميل ما حصلتش، ازاي تظبطي البشاميل، ازاي تعملي اقتصادي، ازاي تعملي كريمة من غير كريمة الطهي. ايوه خطير خطير، وهعمله لكم بالسجق حاجة كده، يعني ميكس رهيب. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي. ومن فضلك عايز اسمع صوتك على طول يا شيماء. وانا من فرحتي مش عايزة اقفل معاكي والله. يا روحي والله ربنا يخليكي، تسلمي لي ويسلم لي مجهودك ويسلم لي تعبك ومتابعتك وكلامك، شكرا بجد من كل قلبي. شكرا يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. طيب هبدا بايه دلوقتي يا جماعه؟ هعمل صوص المانجا. صوص المانجا اللي زي ما قلت لكم هو اساسي في التشيز كيك، وفي حاجات كتير زي ما قلت لكم نستخدمه حاجات كتير. طيب مقاديره ايه؟ تعالوا اقول لكم. كيلو ونص مانجا، طبعا ممكن استخدم اقل من كده عادي جدا. طيب هحط عليهم يا جماعه 3 معالق كبيره نشا، نص كوبايه سكر، وكوبايه ميه بدوب فيها النشا. خلوا بالكوا نص كوبايه ميه، مش عايزه ازود اكتر من كده، هشوف يعني من نص الكوبايه مع بعض، عشان عندي كميه كبيره. كوبايه عندي كيلو ونص مانجا، مقاديري تاني كيلو ونص مانجا ماشي، هحط عليه 3 معالق كبيره نشا، هحط عليه نص كوبايه سكر ورشه الفانيليا، وكمان كوبايه الميه. بصوا هعمل ايه، انا حطيت الطاسه بتاعتي على النار، هاخد المانجا دي خلاص اهي، وهروح عامله ايه، حطها على النار كده تمام، واروح حط عليها السكر. ايه اللي هيحصل لما احطها كده على النار واحط عليها السكر؟ هتنزل كمان السكر بتاعها وتطري معايا، وهو المطلوب اثبته. بصوا انا مش عايزه اضربها في الخلاط ومش عايزه اعملها عصير، انا عايزه تبقى هي منزله السكر بتاعها، وبعدين احط لها شويه ميه، ولما هي تطرى شويه فانا ايه هديلها هرسه هرسه بس، او ضربه بالهاند بلندر، لكن انا عايزاها قطع، انا عايزه احس كده الصوص مش ميه مش عصير لا انا عايزه اشوف قطع، فانا عايزه اعملها بالطريقه دي. بصوا بدات تبقبق ازاي، وهتنزل لي بقى بصوا اهي، مش هي كانت قطع وما فيهاش اي حاجه، بدات ازاي تنزل ميه معايا اهي، شايفين اهي، وانا ما حطيتلهاش اي حاجه، يدوبك السكر، سكر بيخليها ايه تنزل بس كده، شكرا، هو ده اللي انا عايزاه. هسيبها على النار بقى هاديه، تاخد وتدي مع بعضها. وهنعمل دلوقتي الكريمي تشيز بقى اللي هو اقتصادي جدا جدا جدا. تقولي لي يا فيفا جبنه كريمي، جبنه كريمي يا جماعه من عبور لاند من الحاجات اللي بعتمد عليها جدا 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 في بص اي وصفات، اي وصفات. يعني امبارح كنت عامله ايه؟ كنت عامله رنجه حاطه فيها جبنه كريمي، وناس كانت بتستغرب. عايزه اقول لكم احنا لما اكلناها هنا
مفيش حد يعني ما عجبتهوش الموس الرنجة. الجبنة الكريمي يا جماعة أنا أقدر أشكلها حلو وحادق زي ما أنا عايزة، أدخلها في وصفات حلو تقولي الله، وأدخلها في وصفات حادق الله. خصوصا أنا بحب جدا بتاعت عبور لاند اللي بالقشطة، رهيبة. مقادير بسيطة جدا، اقتصادية جدا يا جماعة بالنسبة لو أنا هعملها بمقادير تانية أو هشتريها. طيب ماشي، معانا أم شهد. يا أم شهد ألو، إزيك عاملة إيه؟ الو، بصي يا مشاهد، احنا هنتفق في اتفاق. تمام، انت اللي عامله ايه؟ انا حلوه بس عايزه اطلب منك طلب. مش هتسمعني، اتفضلي. ممكن توطي التلفزيون خالص، اسمعيني من التليفون علشان نعرف نتكلم بعد اذنك. وطيته خلاص. شكرا حبيبتي، تسلمي لي. عامله ايه بقى؟ طمنيني عليكي. الحمد لله تمام، انت اللي عامله ايه؟ انا الحمد لله حبيبتي. كلميني عن حبك ليا وللمانجا، اتفضلي. يلا شاهد بنتي بتحبك قوي. يا روح قلبي ربنا يخليكي، ادهيني اكلمها. طيب صغننه لسه، عندها سنه ونص. يا روح قلبي اتفرج معايا. يا حبيبتي ربنا يخليها لك وسلمي لي عليها قوي، بوسيها لي. الله يخليك. طب. احنا كلنا بتحبك، انا وجوزي وبنتي. ربنا يخليكي يا مشاهد بجد، تسلمي لي. قولي لي بتحبي المانجا قد ايه وايه الوصفات؟ بحب المانجا قد ما انا بحب. يا روح قلبي ربنا يخليكي بجد، ما تحرمش منك ابدا، ربنا يخليكي. قولي لي بتدخليها في وصفات ولا بتكتفي ان انت تاكليها كده صافي كده من جاي؟ لا هو كده بس بقى. صح والله، زين ما اخترتي، زين ما اخترتي، بلا وجع قلبي يا شيخه. انت عملتيها ودخلتها في وصفه، هعملها زي ما انت عملتي. هتعجبك قوي يا ام شهد، وهتعجب شهد جدا. في حاجه منك يا شيف حلو. يا حبيبتي ربنا يخليكي، تسلمي لي يا ام شهد، وعايزه اسمع صوتك على طول. من عينيا حاضر. شكرا يا حبيبتي، تسلمي لي، تسلمي لي يا حبيبتي، مع الف سلامه. طيب بصوا يا جماعه، انا هنا سايبه اهو الصوص لوحده خالص، اتقل نزل لحد ايه، لحد كده ما الاقيه بدا يتقل معايا، هروح عامله ايه، حاطه النشا. فيفا، هو احنا ممكن ما نحطش النشا؟ ممكن ما نحطش النشا ممكن، بس النشا بحس ان هو مع السكر بيربط كده وبيديني قوام الصوص اللي هو يقعد ينزل على الحاجه، يقف عليها يثبت، مش ايه، مش تحس كده ان هو بيسيل التسيله المظبوطه، عارفين كده اللي هو زي ما بناكل تشيز كيك كده من بره، علشان كده انا بحط النشا كده. هيكون نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ازاي طبقه بقى التشيز اللي هي فيها كل الحدوته بعد الفاصل. استنونا انا والمانجا. القصر وحش قوي يا جماعه، القصر وحش قوي. طيب بصوا بقى، انا عندي هنا زي ما قلت لكم الطبقه الكريميه جدا جدا اللي هتدينا نتيجه حلوه قوي في الحلو بتاعنا ده. عباره عن ايه؟ اول حاجه بحط الكريم شانتيه 3 باكيتات، وبحط عليهم ايه، نص كوبايه لبن، او ممكن ازود عليها بعد ما اضرب، عادي جدا بزود بس بعد ما اضرب، اقلب كده شويه علشان الكريم شانتيه ما يطرش بقى ويملى الدنيا. بالمناسبة قبل ما انسى، انا جالي كمية مسجات امبارح، يعني احنا بسببك اكلنا رنجة النهاردة. انا مش عايزة احكي لكم كم المسجات اللي انتوا بعتوها لي، احنا اكلنا رنجة النهاردة. الله يسامحك، انت جريتي ريقنا، يعني بألف هنا وشفا والله. بص انا عايزة اقول لكم على حاجة كمان، مهم جدا يكون اللبن بتاعي ساقع لما احطه على الكريم شانتيه، بيديني نتيجة اسرع واحلى. ماشي؟ طيب ممكن بعد اذنك تبص على you
بصوا القوام يا جماعة، انا كده ممكن احط له لبن تاني واضرب تاني اهو عادي جدا، بس الاول بحط نص كوبايه وبقول لكم ساقعه تدينا ولا نعمل بيه جناش كمان، نعمل بيه اللي هي الروزيتا اللي احنا بنحب نحطها على التورت الجاتوهات. ياخد معايا تاني؟ اه ياخد معايا تاني، بس انا هكتفي واحط نص كيلو جبنه واقول الو يا ام برسوم. زيك عامله ايه؟ الحمد لله. زي حضرتك عامله ايه اخبارك؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيبه، انا اول مره اتصل بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه. يا رب يخليكي. منوراني مشرفاني. يعني كل اكلاتك جميله جدا. يا حبيبتي ربنا يخليكي وتعيشوا وتعملوا. يا رب يخليك. هتعملي اكل ايه بكره بقى؟ احكي لي كده. باذن ربنا كده، يا صرخه يا لحمه كده مسلوقه، اي حاجه تعمليها زي الفل من ايديك يا حبيبتي. عشان الجمعه في يوم كده، فنبقى يوم السبت بقى. ايوه انا عارفه. اللي هو طب بس ناخد نفسنا. كل سنه وكلنا طيبين يا حبيبتي. وانت طيبه يا كل حبيبتي. كل سنه وانت طيبه ودايما عامر يا حبيبتي. دايما يا حبيبتي. وحقيقي مبسوطه جدا انا سمعت صوتك. وانا اكتر، صدقيني. عايزين جبن بقى. عايزين جبن؟ حاضر حاضر. ماشي قولي لي، جبنه القريش بحبها؟ ده انا بموت فيها. ألا ده سؤال؟ بحب المانجا برضو. برضو يعني عارفة يعني بصراحة. هو ده سؤال ما يتسألش. عندك حق. ما يتسألش خالص. عندك حق. يا رب يخليك. دايما عامر يا حبيبتي، ودايما منورة الشاشة كده. ربنا يخليك، ما تحرمش منك أبدا. شكرا. بس اعملي لنا بقى الجبنة القريش بقى. حاضر. أعملها لك بأسهل طريقة. حاضر. من عينيا تأمروني. بصوا اول ما يبدا يبقبق والمانجا تنشر ثقافتها على ايه البوتاجاز، هروح رفعها كده بسرعه. ماشي. وجايبه النشا، حاطه 3 معالق اهو. ماشي. وحط عليهم الميه. حاضر. ومقلبه بسرعه. وايه وحطها هنا، مهم جدا. يا مدام منى. الو، ازيك؟ يا الله يخليكي يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه اخبارك؟ تسلم ايديكي. الحمد لله. تسلميلي يا حبيبتي. وصفات النهارده على مزاجك ولا مثلا مش على مزاجك؟ احكي لي بس. تسلم ايديكي يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. انا بصبح عليكي بس يا روح قلبي. تسلميلي. طب كلميني عن حبك للمانجا. طيب لا جميل. حد المانجا دي وضع تاني. حبيبه الملايين. جميله. المانجا كله بيعشقها. ده حقيقي. بتدخليها في وصفات ولا بتكتفي باكلها؟ لا بعملها كنافه بالمانجا. زي كده. انا عايزاكي تجربيها بقى. وعصير مانجا. ده عصير مانجا ده يعني اخد مننا كتير، بس عايزه اقول لك ان كمان هعمل لكم عصير مانجا زي اللي بنشربه بره، وفي كتل كده. انا بعملها فيها حتت برضه. ايوه بعملها فيها حتت. انا هعمله كمان بالطريقه دي علشان لو حد مش عارف برضو الطريقه، لانه بيبقى طعمه حلو جدا. والكوبايه دلوقتي بقت بالشيء الفلاني برضو. غلي. بس المانجا رخيصه. لا المانجا حلوه. المانجا حلو يعني المانجا حلو جدا، وطالعه حلوه يعني اول ما ظهرت ظهرت مسكره. ظاهره. مش غاليه ورخيصه يعني، عارفه. الحمد لله فعلا والله. دايما يا رب فعلاً بلدنا فيها الخير يا رب. لا والمانجا دي الملايين بيعشقها. ده حقيقي. ده كراتين بقى. كراتين. لا انا بعملها عصير جميله جدا. بعملها جميله. تعيشي وتعملي كده. تعيشي وتعملي ونورتيني وشرفتيني. الله يخليكي حبيبتي. مع الف سلامه. تنزل مكرونه بشاميل يوم الجمعه. ماشي يا روحي، انا مبسوطه قوي ان انتوا طالبينها وانا عاملاها بجد. ماشي، وانا بكلمك كل يوم. حبيبتي منوراني على طول. مع الف سلامه يا حبيبتي. هضرب بقى. انا حطيت الجبنه الكريمي والسكر بعد ايه، بعد ما ضربت الكريم شانتيه. تعالوا نضرب بقى.
دلوقتي بقى احط ايه؟ الزبادي. الزبادي ده مهم جدا في الوصفه دي، والفانيليا. ليه بقى الزبادي مهم جدا؟ بيديني طعم مزازه كده ولذيذ، وبيخليها كريمي اكتر ما هي كريمي. ونضرب. انا مش عاملاها بجيلاتين، بس لو انت عايزاها بجيلاتين، معلش يا سيد ممكن تشوف الكنافه. لو انت عايزاها بجيلاتين هتعملي ايه؟ هتروحي جايبه معلقتين جيلاتين نباتي، حط عليهم ربع كوبايه ميه سخنه مدوباها كويس جدا، وحطاهم هنا على الخليط بعد ما نخلص، وتروحي ضرباها تاني بالمكسر. هيديكي بقى، عارفه اول ما تدخل تدخل الفريزر ساعتين، او الثلاجه من 4 لـ6 ساعات. وطبعا بحطها في صينيه بتاعه التشيز كيك اللي هي بتتفك، او انا ممكن عادي جدا بس علشان الطبقه. لو مش يعني لو مش هتحطيها في صينيه التشيز كيك، فانت مش محتاجه ان انت تعمليها بجيلاتين، لان انت كده كده مش هتبقي محتاجه الشكل او التقطيعه بتاعه التشيز كيك. تيجوا بقى نرصص. نرصص بقى، احنا كده خلصنا. تخيلوا السهولة. عندي هنا، عايزة اوريكو الصوص بتاعي عامل ازاي. شايفين؟ وده انا بتكلم فيه اهو، ينزل مش يسيل على الحاجة. شايفين قوامه؟ وفي قطع اهو، تعالوا اهو، شايفين عامل ازاي؟ مش في مية بقى ويسيل، لا قطع ماسك نفسه. طيب يلا بقى، مين؟ اه حبيبتي يا ست الكل. الو، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ اه ماشي الحال يا حبيبتي، الدنيا ما بتقفش على حاجه والله. حبيبتي ربنا يصبركم يا رب. ربنا يخليكي. انا بس بكلمك النهارده والله عشان اقول لك ميرسي جدا على تعزيتك ليا والدعاء والمامتها. حبيبتي ده قال لي واجب. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا حبيبتي. قوي قوي. يعني انت من الناس الاصيله وبتعرف في الاصول جدا، واحد بيتعلم منك ده بجد. ما تقوليش كده يا حبيبتي. لا ده حقيقي. انت يعني الاصل كله والله. حبيبتي ربنا يخليك. ووالدتك الغاليه ربنا يبارك لها. يعني انا لما شفتها بجد والله قلت فعلا ونعم التربيه يا فيه. ربنا يخليك يا مريم. والله يعني انا بشكرك وبشكر كل اللي عزوني، بشكر مدام سميره ووقفتها معايا. ربنا يخليكم خالص في العزا والله. وبشكر مدام سوريا كلمتني برضو من استراليا وكلمت دعاء ومامتها وام جوزيف. والله بشكر كمان الشيف عظيمه برضو على وقفتها معايا. انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد والله. حبيبتي انت يعني اللي مسبقه بنتي، وهي صاحبه بنتي. واجب واحنا بنتعلم منك، ودايما يا رب نكلمك في الفرح مش في الحزن ابدا، وان شاء الله تكون اخر الاحزان. انا ما كنتش الأحزان. عايزه افوت النهارده غير لما اكلمك. غصب عني الايام اللي فاتت والله. يقسم لك ان انا مفتقدينك بس مقدرين طبعا الظروف اللي انت فيها. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. الموضوع جه فجاه طبعا. ربنا يصبركم ويواسيكم يا رب. يعني بصي احنا ربنا بيصبرنا على قد غلاوته وعلى قد النعم اللي احنا شايفينها فيه. الراجل ده كان صالح جدا جدا. ربنا عشان كده اتخطف. عشان كده ربنا ما تقلش بيه ولا تعبه ولا اي خطف ولا اي حاجه. ده حقيقي. ولا حاجه. ده حقيقي حبيبتي. ربنا يعزيكم وربنا يبارك لك. الواحد لما بيكون في حد صالح في حياته وبيروح الدنيا التانية او الاخرى زي ما بنقول، ساعتها الواحد بيتصبر عشان هو عارف مكانه قد ايه هيبقى جميل. قوي والله يا فيفا قوي. ده اللي بيصبر أوي. الواحد فعلا يعني. يعني انا كل اللي شفته قلت الراجل ده ليه مكانه حلوه قوي في الجنه. بالظبط ده اللي بيصبر الواحد. ربنا يعزيك يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي وبشكرك. بشكر كل الناس بجد. وبشكر رنون على تعزيتها برضو. ربنا يبارك لها. كلك ويبارك لك. واحنا بنتعلم منك. شكرا ليك وحبيبه قلبي وللقناه الجميله. وتسلم ايدك على التشيز اللي انت بتعمليه. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. شكرا يا حبيبتي. ميرسي جدا ليكي يا حبيبتي، ونورتيني وشرفتيني. وعايزين نسمع صوتك بقى ان شاء الله. احنا سيبناكي كده فتره حزن، بس يعني انا بعتبر ان يعني احنا بنتكلم بنسال على بعض وبنونس بعض. اكيد طبعا. يعني أكيد. يعني
يعني خديها من المنطق ده صدقيني يعني. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. وبعدين انت ما ينفعش تفوتي لبنتك حلقه، ينفع؟ لا طبعا. بس كده. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي لينا. شكرا يا حبيبتي، مع الف سلامه. طيب يا جماعه انا هعمل ايه؟ طيب قبل ما نروح الفاصل، وهنروح فاصل وانا اكمل ماشي، بصوا انا هجيب بقى، ممكن اروح جايبه الكاسات عندي او الكوبايات بتاعه اللي عارفين الجلي، هرصص فيها ايه يا جماعه؟ الكنافه اهو، او اجيب بوله، برضو هجيب بوله وهعمل فيها اهي الكنافه اول حاجه بعد ما اتحمرت. بصوا مفرومه ازاي، ناعم جدا بعد ما اتحمرت او دخلت الفرن ماشي يا جماعه. طب ايه رايكم لحد بقى مرصص هنا، واجيب كمان البوله دي هعملها كمان عشان اوريكم الكميه الرهيبه اللي هتطلع. نروح لفاصل صغير ونرجع نشوف هنعمل ازاي التشيز كيك، وكمان لو فاض وقت كمان هعمل لكم ميلك شيك مانجو خطيره جدا. استنونا. بصوا بقى بعمل ايه بعد ما حطيت الكريمه بتاعتي في كيس الحلواني النقطريه. ممكن طبعا اخد بيه عندي هنا المعلقه، بس كده اسهل على فكره، مش لازم يكون كيس الحلواني فيه بلبله، لان كده كده هي قوامها زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص هروح عامله ايه هنا كمان، اوريكم بس نص كيلو الكنافه والمقدار اللي احنا عملناه ده هيدينا كميه رهيبه ازاي. هكمله تاني. وصوص المانجا هحط كمان طبقه، اصبروا على ايه. طب انا هركنه كده، تعالى يا سيد بعد اذنك املهولي تاني. بصوا هنا انا هحط ايه، طبقه تاني خفيفه من الكنافه تاني على الوش، واخر حاجه بقى بحطها صوص المانجا الخطير، قطعه مانجا كمان فوق الوش. بصوا هطيسوا هطيسوا مانجا، كل ده بنص كيلو كنافه ونص كيلو جبنه وشويه حاجات مع كوبايه زبادي. وطبعا المانجا انا هنا مستخدمه تقريبا كيلو ونص مانجا. اهي هروح عامله ايه بقى، جايبه الصوص بتاعي الخطير ده، بس احط الاول كريمه تاني. وعندي هنا الكنافه اللي انا دخلتها، عايزه اوريها لكم برضو اخدت لون ازاي، حلوه قوي اهي. شكرا يا سعيد، تسلم. يسيبهولي بقى، مش تسلم ايدك. ياخد بقى كده معلقه كمان. تقولي يا رنون حاجه، بتقولي حاجه؟ طيب ماشي، انا عايزه من فضلك يا استاذ ضياء نزلي اللي متفقين عليه. ما انا عارفه انت يا استاذ فادي، يا استاذ فادي بعد اذنك انا عايزه صوره هندا. النهارده يا جماعه عيد ميلاد بنوتي هندا، بنت رنا طبعا حبيبتي وصديقتي وطبعا شريكه نجاحي، وكلنا هنا يا جماعه بجد اسره واحده. كل سنه وهي طيبه يا روحي، وعبال مليون سنه وربنا يخليها ليكي ويفرحك بيها انت واحمد يا رب وتخويها. كل سنه وانت طيبه يا هندوتي، وتبطلي تضربي في جوجو بقى، كفايه كده. انت عارفه لازم، ما ينفعش اختمها كده. بص بقى عندي هنا هحط كنافه تاني على الكريمه اهي. وعايزه اقول لكم كمان 7/7 كان عيد ميلاد كارما بنوتي، كملت 15 سنه، و7/7 كان عيد ميلاد ضياء طبعا بروديوسر البرنامج، كمل كام سنه؟ كمل كتير، 25 تقريبا، 26 حاجه كده، 26 اه. فيا رب كل ايامنا كده اعياد ميلاد ومناسبات حلوه. وهندا طبعا كملت 4 سنين. هعمل كده ماشي يا سعيد ماشي. هاخد اخر حاجه واحطها. بصوا يا جماعه بصوا الحلاوه، والله الكميه عندي قد ايه كبيره.
هحط بقى اخر حاجه الصوص. يلا بينا. الصوص ده بقى بصوا بقى هنا يغطي لي كل ده اهو. نقربها كده. طبعا الصوص بعمله اول واحد علشان اسيبه ايه يبرد، مهم جدا، عشان كده انا عملته الاول، وانتوا حاولوا تعملوه كمان قبلي، يعني انا عشان بس الخطوات كلها بعملها على الهوا، لان تحاولوا تعملوه كمان قبل كده. بصوا بقى تخيلوا دي يا جماعه في قالب تشيز كيك، انتوا متخيلين؟ ونحط هنا كمان صوص المانجا. بصوا تقيل ازاي، حاجه متكلفه. طبعا دي تنفع جدا تبقى مربى. ماشي. واخر حاجه هحط عليها كمان مانجا بقى. بس على فكره احنا ممكن ما نحطش مانجا، لان اللي احنا حاطينه ده اساسا مانجا، فانا ممكن ما احطش مانجا، ولكن حاضر ولكن ما فيش مانع من شويه مانجا كده كمان على الوش بقى. مانجا رخيصه وحلوه واكيد هترخص تاني. لا ده كده هيسيح. مش اكيد طبعا هترخص تاني، هي لسه طالعه كمان، فالحاجه بتبقى لسه ظاهره في السوق، فانا مستبشره خير بصراحه. هناكل مانجا السنه دي حلوه وهناكل كتير اهو. وطبعا ما تنسوش، طبعا ده طبقي في الاخر، طبعا ما تنسوش الريحان او النعناع بتاعنا فوق الوش. ماشي ماشي. وطبعا يا جماعه الحاجه دي بتدخل الثلاجه تاخد راحتها كده وتطلع تتقدم. مهم جدا، مهم جدا حاجه ما تكونش سخنه وتتحط على بعضها، طبعا هتسيح. انتوا عارفين هنا سايحه ليه معايا؟ عشان حاجه سخنه فبتنزل كده ايه تسيح بعضها. بس كده. وادي المانجا اهي. ايه رايكم؟ ايه ايه ايه؟ طمنوني، لقيتوها سهله ولا صعبه ولا ايه؟ النتيجة تحفة. عايزة اقول لكم يا سلام لو عملتوها كمان في برطمانات بتبقى خطيرة اهو. تمام. وعندي ده ايه البولة الخطيرة. اما الطبق اللي باقي ده، ده الحمد لله ربنا بعته ليا وده كسك يا فيزياء. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. عملنا ايه يا جماعة؟ عملنا كنافة بالمانجا، بس تشيز التشيز كيك الكنافة الطبقة الرئيسية الأساسية، استخدمت هنا الكنافة المتحمرة أو الكنافة اللي هي داخلة الفرن زي ما أنا عايزة. عملت طبقة كريمية خطيرة، عايز أقول لكم ناجحة جدا جدا. أقدر بس بيه معلقتين كبار جيلاتين أحولها من طبقة كريمية عادية لطبعا تشيز كيك زي ما باكلها بره الخرطة بخرطتها. صوص الفراولة، صوص المانجا ده بقى حكاية 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 حكاية، هيعجبكم جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم سهل، ما فيهوش اي حاجه، وسريع جدا ما فيهوش اي حاجه. طبعا ظبطت النشا دي بتربطه وبتخلي الصوص بتاعه تقيل، زي ما بقول لكم ما ينزلش ايه يبقى سايز كده يتزحلق من على الحاجه، لا يبقى تقيل زي ما احنا بنحاول نشتريه من بره، ونفضل نسال نفسنا هو ليه ماسك نفسه كده. اهو طريقته سهله جدا. وطبعا الطريقه دي تنفع مربى، تنفع مربى طبعا. ويا سلام بقى لو حطيت لها كمان كيس جلي مانجا، انت هتاخدي بقى مربى مانجا ما حصلتش. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير في حلقه جديده من برنامجكم وبيتكم كل يوم اكله مع فيفيان من الساعه 1 ل 2. ممنونه لكل مكالماتكم واتصالاتكم ودعواتكم ودعمكم وتشجيعكم، بجد انا محظوظه بيكم، ودايما بقول يا رب ديم عليا نعمه حبكم، دي نعمه كبيره قوي 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 من ربنا. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم وثقتكم فيا. بحبكم من كل قلبي، يمكن قد ما بتحبوني واكتر، بحبكم بجد. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. باي باي.